إذن يلا نواصل معاكم لقانا. نحكي وحكينا زدا في وسط هذا الأسبوع كان حضر معنا ممثل عن المحاسبين عن خبراء المحاسبين وتحدث أنه فما صيحة فزاعة اليوم من قبل التجار من قبل الفلاحين تجار الجملة التفصيل غيره كل المعنيين اليوم بالعمل بالشيكات خاصة في الأعمال الحرة. يقول لك شنو مصير الشيكات التي سيحل أجلها بعد 2 فيفري القادم وهو وقت المنصة تبدأ تخدم حسب البنك المركزي والاتفاق متاعه مع البنوك وغيره. الشيكات اللي اليوم بصحة بعد 2 فيفري شنو باش تولي؟ معناتها شنو مصيرهم؟ هل انه اليوم باش يلقاو رواحهم الناس هذوما اللي ماخذين شيكات على حرفاء باش يلقاو رواحهم عندهم اوراق ما عندها حتى قيمة قانونية؟ وهل انه زاد اليوم باش يجبروا الحرفاء متاعهم انهم باش يدفعوا الشيكات متاعهم الكلها قبل 2 فيفري؟ هذه صيحة الفزاعة اللي كانت معانا في وسط الاسبوع. حبينا ننظروا للمنظور بمنظور قانوني نفسروه زاد للتجار وللفلاحين والغيره تو دو سويت. فسفس ضيفنا في المباشر رئيس لجنة متابعة قوانين مهنة عدول الإرشاد الأستاذ كمال بن منصور. مرحبا يا أستاذ، شنو أحوالك؟ أستاذ كمال بن منصور مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا. شكرا، يعطيك الصحة، مرحبا بك أنت. شكرا، يفضلك. شكرا على قبول دعوتنا. سي كمال، سمعت معنا تصيحة الفزاعة والموضوع اللي حكاو فيه الخبراء المحاسبين اليوم الحرفاء متاعهم حايرين الشيكات اللي يحل الأجل متاعها بعد 2 فيفري شنو باش يكون مصيرها القانوني؟ يعطيك الصحة. شوف، هو ديوان فهم ثم ما كونش مقصرين في توضيح عدة نقاط متعلقة بقانون الشيكات الجديد. شكرا. الناس عقب قانون الشيكات وراه نحكيو على قانون عدد 41/24 اللي هو يناقش بعض احكام المجله التجاريه واتمامها، لكن نعرفوا بقانون الشيكات راهو فما وجه جديد، خلينا نقولوها للناس، وجه جديد للمعاملات المالية والتجارية في بلادنا في تونس بدخول هذا القانون حيز التنفيذ، وخاصة بعد 6 أشهر من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، يعني في 2 فيفري 2025 باش نراو شكل آخر للمعاملات الاقتصادية. نعرف أنه الأمور صعبة ماهيش سهلة، لكن سنسمي كل شيء بمسمياته في القانون. احنا في القانون راهو الشيك هو وسيلة خلاص والكمبيالة هي وسيلة ضمان. احنا في تونس قاعدين نستعمله في الشيك في غير محله كوسيلة ضمان، لكن تواتي مرة مرتين المشكل اليوم ولات وكأنه عرف تحدث صحيح كلامه صحيح سيد رئيس هيئة الخبراء وقتها وقال العرف التجاري ولا متعارف عليه أنه اليوم نجي نشري من عندك نعطي شيكات. احنا ساعات حتى على سبيل الفدكة يقول لك الموظف في تونس شهريته 2 ملايين ما يصرف 5 ملايين في الشهر. يا أخي يسحر، كيفاش هو عنده 2 ملايين ويصرف 5 ملايين؟ كيفاش اليوم شركة تجي تسكر البيوتجي متاحها تبدأ شارية برودوي ب 100 مليون محطوطين في الدبو وهي ال 100 مليون موجودة عندها في الكونت ما خرجوش، قطعات يا شيكات ما تصبوش، كي تسكر البيلان متاحها آخر العام اسكو هي عندها 100 ولا 200 مليون؟ دونك حتى الحسابات ولا داخلة بعضها. مغلوط. على خاطر نستعملوا في الشيكات في غير محلها، معناها اليوم اللي نجي نعطيك ورقة ب 50 دينار ونقول لك ما تصرفهاش، هي ملكك وما تصرفهاش، ما عندهاش معنى. فالشيك هو وسيلة خلاص، خاطر ما عنديش ورقة بياس موني بمليون، نعطيك شيك بمليون ما نعرفش شي تصرفه. مش نعطيك شيك بمليون ونقول لك لا خلي بعد شهر وبعد شهرين وثلاثة. فجاء القانون هذايا وقال الشيك ما يلزمش نستعملوه كوسيلة ضمان، وهذا من قبل ماهوش جديد، راهي جريمة كي تصدر شيك دون رصيد، يعني في لحظة امضاء الشيك ما عندكش فلوس راهي جريمة. لكن شنو الجديد اللي جاء في القانون هذا اليوم بيقولوا حيث التنفيذ باش نفرقوا بين ثلاثة أجال، ثلاثة مراحل. الأجل نتاع الشيكات اللي هي قبل صدور القانون هذا نتاع 2 أوت 24، عندنا شكون مسيب شيكات قبل 2 أوت صدرت فيها شهادة في عدم الخلاص ورجعوا ام بي اي، دونك قامت عليه جريمة اصدار سكوك دون رصيد. الجريمة هذه تنجم تكون محل محاكمة، محل تتبعات جزائية، والا السيد في الحبس يعدي في عقوبة ولا هو ريشيرشي. احنا فسرنا لهنا حتى في مع اذاعتكم مع سماح مرتاح قبل حدثنا معها في النقطه هذه، وضحنا شنو قال القانون، جاب فصل 6 قال نسوي لهم وضعيتهم خاطر الجماعه اللي في الحبس ولا ريشيرشي ما همش قادرين باش يخلصوا ولا الاخر باش يخلص. فجاء القانون بنفس صلحي مزيان برشا،
قال برا سيدي هذا يلتزم باش 3 سنين في يده يخلص الشيكات اللي رجعوا له ام بي اي ويخرج من الحبس كانوا في الحبس وإلا تتنحى فيه بطاقة التفتيش إذا كانوا ريشيرشين وتوقف المحاكمة كانوا موضوع محاكمة يرجع المؤسسة الاقتصادية متاعه تخدم يرجع يخدم على روحه ويتعاهد قدام عدل شاهد بحجة عادلة أنه في 3 سنين يخلص مبلغ الشيك يوفر توا إيميدياتمون 10% باش يثبت حسن النية متاعه وجديته في المسألة ويوفر 90% ريستونت خلال 3 سنين في قدام أطلع وقف له تتبع الجزائي حتى كان في الحبس يمشي يروح يخدم على روحه فما مؤسسات مسكرة فما كذا فما ناس معناها في الحبس ما همش قادرين باش يخلصوا شيكات ولا الآخر باش يخلص حتى حد ما ورابح جاء الفصل 6 قال هذوما نجموا نوقفوا لهم التتبعات الجزائية والعقوبات والمحاكمات إذا كان يلتزم باش يعطي توا 10% و90% في أجل 3 سنين هذوما اللي قبل صدور القانون هذوما اللي قبل صدور القانون هكا ولا وإذا ما عندوش 10% ينجم يتعهد باش يخلص في 3 سنين القدام أم يوفر 20% في العام لوك 3 سنين الجاي وإلا يعمل اتفاق مع المستفيد من السك قدام عدل إشهاد زادة بحجة عادلة ويمشي يروح على روحه وزادة يعمل اتفاق فيما يحبوا على 2 على 3 على 4 على 5 هم أحرار واضح هذوما الناس اللي صدرت فيهم جرائم إصدار شيك بدون رصيد قبل 2024 قبل القانون اللي صدرت شيكات سون بروفيزيون رجعت يعني شهادة عدم خلاص بعد 2 أوت بعد 2 أوت وقبل 6 شهر من تاريخ صدور القانون يعني قبل 2 فيفري لأنه في 2 فيفري 2025 باش يولي عندنا شكل جديد متاع شيك بلاتفورم باش يعملها البنك سنترال والشيك باش يولي بلاتفورمي ما يفوتش 30 مليون الورقة وفيه أجال ودات ومنجم يقبلوا عليه الشيك ومنجم يدفع إلا ما نثبتوا بالبلاتفورم ونعملوا له سيرتيفيكاسيون سور بلاس بالبلاتفورم هذيك يعني نحجز المبلغ بعد 6 شهور دونك نستناو اليوم فما امر باش يخرج الامر هذا الحكومه يعني ينظم البلاتفورم والبنك سنترال يخدم عليه ويبدي يحضر في الشكل الجديد نتاع الشيكات وكل شيء هذا بعد 6 شهور يعني بعد 2 فيفري واضح هاي الشيكات اللي رجعت بين 2 اوت و2 فيفري باش يصير لهم هذوما نظمهم القانون في الفصل 5 قال راهو الشيكات هذيا اللي توا ترجع تاخذ على الفصل 411 جديد نرجعوا للفصل 411 اللي نظم الاجراءات والعقوبات يقول لك راهو الشيك هذاك يعتبر جريمه والمستفيد يقدم شكايه لوكيل الجمهوريه ويعرض عليهم الصلح بالوسط وهنا باش نجاوب على السؤال نتاع الاسبوع الفارط اللي طرحتوه انتوما على خاطر يقول نفس الفصل يقول وبانقضاء هذا الاجل الاجل نقصد نتاع 6 شهور يعني نتاع 2 فيفري 24 25 يولي لا يعتبر شيكا السند غير المشهود باعتماد واللي هو عباره ورق بيض ماهوش شيك ما عندوش قيمه ماليه معناتها ما عادش عنده قيمة الشيك بالضبط خاطر انت اليوم اعطاه فصل انتقالي بستة شهور اليوم المؤسسات اللي واخذة شيكات على عام وعامين كما تحدثوا بالطبيعة خاطر فما ناس اليوم شريت برودوي مشيت شريت موبيليا ولا شريت افات ولا شريت حاجة وعطيت شيكات سون بروفيزيون اللي هي جريمة هو ما نجمش نسمي الامور بمسميات ضرب صكوك بدون رصيد والسيد الاخر قبلهم عليا ويعرف اللي انا ما عنديش بروفيزيون ومخبيهم عندي راهو بعد 2 فيفري ويردوا بال الشيك هذاك ما عادش عنده قيمه كشيك خاطر هو مش خذا عليه شيك يقول لك الشيك يدخل للحبس وهذا يجيو يوم ماليه ويخلصوني وقتها مش معاملاتنا عندي تهديد تحت باش ندخلوا للحبس اليوم نورمالمون توا يلزم يستدعى بالنسبه لي هو يدخلوا الحبس ضمانا انه باش يخلصوا فلوس فوالا هو ضامن ويعطيك صح انه باش يدخل الحبس هذيك مش اخلاقيات التجار اليوم مش هذا اللي يلزم يكون دونك يلزم يتحول الى كمبياله معناها تعيط لهم الناس هذوما والشيكات اللي عندك بعد 2 فيفري يلزمها تولي كمبيالات لانه الكمبياله هي اللي هي وسيله ضمان ومؤجل الدفع تحط لي قش حلول الاجل نتاعها بعد 7 شهور بعد عام بعد عامين حسب الاتفاق نتاعكم تصبها له في الكونت نتاعو واذا كان بانكتو باش تدخلوا في الروج مثلا في الشيك واش تدخل فيه في الروج وتاخذ فيه ديزاجيو تولي بانكتو تضمن فيه تعرفوا هو شهر كل شهر باش يتصبوا له شهريه ب 3 ملايين وهو مسيب كمبيالات كل كمبياله فيها 1.5 مليون مثلا برا انت اضمن له فك الكمبياله هذيك ولا عمل له رهنيه فما حلول أخرى
اخرى اليوم نتاع الاعتراف بدين نتاع الرهن العقاري وغيره كل شيء، ويعطي كمبيالات مش يعطي شيكات سون بروفيزيون. معناتها على الناس هذوما اللي ماخذين شيكات على حرفاء اليوم تتجاوز ولا يحل الاجل نتاعها بعد 2 فبراير ويمشي يبدل الصيغه نتاع الشيك هذايا، لانه باش يلقى روحه في التسلل ما تقولوا احنا، وعنده اوراق بيضاء ما عندها حتى قيمه ماليه. معنى تسويه يعني الوضعيه لازم مع الحرفاء لازمها تصير قبل 2 فبراير. قبل 2 فبراير الشيكات اللي باش ناويين تصبوهم بعد 2 فبراير ما عندهمش قيمه قانونيه بمنطوق النص، قال بانقضاء الاجل نتاع 6 اشهر معناها من تاريخ صدور القانون الفرعي الرسمي حسبناه توا 2 فبراير، لا يعتبر شيكا السند غير المشهود باعتماده الا السيرتيفي، اذا كانوا سيرتيفي من البنك هذاك تنجم تصبوه بالطبيعة حتى من توا تمشي تصب. اما قال لك يخضع الفصل 411 فما حيله قانونيه لهنا جات في القانون بيدو توا. نو انفس المستفيد اتصل بي معناها توا انا خذيت من عنده شيكات على اساس نصب له بعد عام وعامين، كلمته قلت له رد بالك الشيكه اللي بعد عام ما عادش نجم نصبه راني انا بعد 2 فبراير، اجا بدله لي كمبياله ولا عمل لي اعتراف بدين عند عدل الشهاد والا هات نرهن لك حاجه، ما حبش يجيني. نمشيش نمشي نصبه الشيك في المحكمه، نصب شي طير كي نصبه انا في الفصل 411 في القانون. قال لك الفصل 411 راعى الفصل 410 اللي هو شنو هو؟ العقوبه السجنيه نتاع العامين هذيك ما يقوم بها وكيل الجمهوريه الا ما يحترم مقتضيات فصل اخر جانا اللي هو الفصل 410 ثاني من جديد. قال لك وكيل الجمهوريه ما يثيرش التتبعات الجزائيه من اجل جريمه الشيك بدون رصيد اذا كان جاته شكايه من على المستفيد الا ما يعرض عليهم الصلح بالوساطه. شنو نلقاو تو؟ انا سيدي السيد ما عندوش ما يحبش يعمل لي ما عنديش ثقه في كمبياله ما نحبش نعمل كمبياله ما حبش يجي يصحح لي اعتراف بدين ما لقيتش معاه حل. مشيت صبيت الشات عند وكيل الجمهوري. باش يعمل وكيل الجمهوري؟ باش يستدعاهم لجلسه صلح مش باش يحطوا في الحبس ديريكت. يقول لهم موافقين تتصالحوا وتلتزم بالخلاص في اجل 9 اشهر. اذا كان وافق يقول لهم براو العدل الاشهاد ينجم يحرر لهم هو محضر الصلح ولا يبعثهم العدل الاشهاد يحرروا محضر الصلح باش يوقف التتبع الجزائي باش ما يمشيش الحب السيد اللي عطي شيك بدون رصيد. يعني ما قلت نسميه اللي بمسميات يعملوا صلح قدام عدل الشهاد باش يخلصوا الشيك هذاك في اجل 9 اشهر وقابلين للتمديد مره واحده بثلاث اشهر تنجم تمشي للعام. معناه وكانه القانون خلى متنفس نتاع 6 اشهر في مرحله اولى وتسعة شهر وتمديد بثلاثة شهر مرة أخرى باش تتسوى وضعياتك الشيكات القديمة. معناها كان فما مؤسسة واخذة شيك على عام ما خسر شيء في الاخر تو سامبلومون يولي يصبها في النيابه، النيابه اوبليغاتوارمون تعرض عليهم الصلح، الصلح يحرروا كل الجمهوريه ولا احد الساده عدول الشهاد يصحوا قدام عدل الشهاد محضر الصلح في الصلح هذاك يلتزم السيد اللي سيب شيك باش يخلص مبلغ الشيك في اجل 9 اشهر. واضح جدا وكعطيتهم الحل القانوني واضح وصريح ما تجمع لا لبس فيه وما غير ما تقعدوا تستناوا في الاوامر الترتيبيه والتفسير وغيره، الامور مفسره واضحه في القانون واضح جدا. تمشوا تصبوا لي شيك نتاعكم تعيطوا ساعه الحرفاء نتاعكم ربما يكون عنده حسن نيه وينجم يبدل لك وغيره ويتفق معاك، سينو اذا كان رفض باش يجيك تمشي تصبوا الشيك نتاعك في النيابه والنيابه تقوم بكل الاجراءات. شكرا لك الاستاذ كمال بن منصور رئيس لجنه متابعه قوانين مهنه عدول الاشهاد، فضلك شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا هكا جاوبنا على صيحه الفزع اللي اطلقوها التجار والفلاحين واصحاب المؤسسات وغيره. نحكيوا على ارتفاع في أسعار الأسماك، هل هناك تراجع في الإنتاج؟ هذا موضوعنا تتشويتا. مرحبا بكم.